طيب نروح لنقطة تانية سريعا أستاذ عادل. وهنا الملك سلمان استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيوم، كان في طبعا زار الرئيس عبد الفتاح السيسي كما تابعنا مدينة نيوم، وكان في استقباله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي العهد أيضا الأمير محمد بن سلمان. تناول اللقاء الحقيقة بحث مستقبل العلاقات بين البلدين ومناقشة العديد من القضايا الإقليمية. طبعا مدينة نيوم اللي بتمتد لأول مرة بين 3 دول هي السعودية ومصر والأردن فيها استثمارات ب 500 مليار دولار. أهمية هذه المنطقة خلينا نقول بالنسبة أهمية لنا. اللقاء وأهمية المكان، يعني اللقاء والمكان لأنه مهم جدا، يعني اللقاء مهم جدا، يعني تتكلم بالذات مصر والسعودية، يعني الأعمدة الرئيسية الآن في الوطن النظام العربي. الإقليمي العربي اللي أنت شايفاه حواليك شكله عامل إزاي، فبالتالي مهم جدا إنه دائما يكون هناك لقاءات على مستوى القمة ما بين قادة البلدين الشقيقين للتشاور في كافة القضايا الإقليمية، لأن هم أصبحوا هم الآن المسؤولين على ما يحدث في هذه المنطقة، بالزبط. وخاصة أنه أنت بتتكلم على قضايا مهمة جدا وتحديدا ما يحدث في اليمن، لأنه كان اللقاء مع الملك سلمان توازى مع لقاء الرئيس أو زيارة الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي للقاهرة. يعني اعتقد انه كان من اهم ملفات الملف في اليمن في سوريا في ملفات العراق القضايا المشتركة كمان، فده مهم جدا يكون هناك لقاءات، لانه هناك بعض من لا يريد لهذه العلاقة من بص السعودية ان تكون علاقة قوية، فبالتالي اي لقاءات ثنائية قريبة دائما وبشكل دائم بين قادة البلدين ده على طول يعني بيطعد أي مجال لأي إشاعات اللي أنت شايفاها كل شوية سواء في الداخل أو الخارج. أعتقد أنه كان لقاء مهم جدا، وحضروا قادة البلدين وكبار ودلالاته المسؤولين. واضحة جدا لأصحاب الشائعات والقنوات اللي بتبث هذه الشائعات. هو يعني من هنا بتأتي أول أهمية لهذا اللقاء، أنه بيرد على الكلام ده. اللقاء التاني برضو ما فيش، يعني لما بتكلم عن لقاءات الزعماء في بالتأكيد في جانب من اللقاء لمناقشة القضايا المشتركة زيادة أو دعم التعاون الثنائي، وخاصة أنه دلالة المكان هنا بقى أنه مشروع نيوم ده مشروع ضخم جدا، يعني مشروع على عشرات السنين، يعني فبالتالي هو يمتد لثلاث دول، بتكلم على مصر والسعودية والأردن، استثمارات ضخمة جدا زي ما ذكرت 500 مليار دولار في عدة مجالات، 9 مجالات تقريبا، فبالتالي انت بتتكلم على مشروع ضخم هتستفيد منه المنطقة وتستفيد منه تحديدا الـ3 دول وطبعا المنطقة بالكامل، والمقرر ان هو المرحلة الأولى 2025 زي ما بيقولوا، فأنت بالتالي هنا كمان كان مهم جدا انه يتم التأكيد على ان المشروع مستمر، لانه كان هناك تشكيك في هذا المشروع وما احاط به، انه المشروع مستمر وانه اللقاء بين الزعيمين مصر والسعوديه على ارض المكان يؤكد انه المشروع مستمر. وكمان طبعا التصريحات اللي اتقالت والبنات اللي اتقالت يعني اكدت يعني التفاهم المشترك وما بين البلدين في القضايا المختلفة في المنطقة والتحديات اللي انت بتشوفيها، انت بتتكلمي على اليمن تحديدا محتاج يكون هناك يعني وقفة بين مصر والسعودية تحديدا، لان منطقة حيوية جدا وامن قومي عربي وامن قومي مصري وسعودي ايضا بالنسبة لليمن.